14 للمهرجان تيفاوين اليوم كنتواجدوا في المنطقه ديال امل، هذه المنطقه اللي هي المهد ديال تيفاوين، والحمد لله اننا اليوم ضلينا وفيين منذ 14 سنه لشعار الانتصار لفنون القريه. اليوم كننتصروا للقريه المغربيه، كننتصروا للقريه الامازيغيه، فن احواش اللي هو فن من فنون القريه اليوم كيتم الاحتفاء ديالو في وسط هذا الحضور الجماهيري الكثيف في السهره الافتتاحيه للدوره 14. والحمد لله اليوم ان احنا جد فرحانين ملي كنشوفوا مختلف الفئات ديال الشباب، النساء، الاطفال كيجيو يحضروا لهذه الفرجه ديال احواج اللي هو واحد الخليط من اللباس الامازيغي، واحد الخليط من الكلمه الموزونه، الشعر الهادف اللي كيناقشوا فيه شعراء اسايس مواضيع كتهم يعني القريه المغربيه، كتهم الانسان في هذه المناطق هذو. اذا تيفاوين ما خطاش الطريق ملي حاول يركز ولا ملي اختار انه يركز على الفنون القرويه. لا حزري في بطن غير قازنا الناسي لا حزري في بطن غير